في الجواب وكذلك المتسابق. طيب بيكون معنا اليوم ثلاث متسابقين. المتسابق الأول فيصل بن طلال. طبعا أنتم عارفين اليوم فيه برايم صح يا شباب؟ يعني ممكن فيصل بن طلال يكون مو برايم، يخسر اليوم يصير برايم. طيب سم مستانسين ليه؟ عشان البرايم. يعني تبي فرق احد من اخوياك؟ حنا النسخه اللي تحب البرايم. اللي عرفها الكلمه هذه اللي ما احنا باكين واخر شيء بيكون في وسط البرنامج. طيب المتسابق الثاني سيف الزعبي. حياك الله يا سيف الزعبي. جهزوا لنا الاتصالات من الحين، خلوها جاهزه معكم. يا مرحبا يا سيف. طيب المتسابق الثالث يا شباب من تتوقعون؟ من تتوقعون؟ كل واحد يعطيني توقع. ضاري من تتوقع؟ انا والله دام انها قاعد تزمون شذي اتوقع انا. توقع انت اللي جنبك من انا ما اشوف من شجره. عبد الله من توقع المتسابق اللي يكون معي الثالث؟ اتوقع ماجد. ماجد؟ طيب اللي بعد عبد الله من ما اشوف يا الربع؟ خلف. من توقع؟ اكيد ما هو بنت. طيب اجل لا تجي اللي جنبه. اسامه من توقع؟ توقع نهان. اللي جنب اسامه من؟ نايف. يا رب ولا واحد توقع صح للحين. نايف من توقع؟ اتوقع اسامه. اسامه نعم. طيب صالح من توقع؟ محمد راف. محمد لا انا قايل لهم محمد ما حتى لو انه اقل تفاعل لا يجي معي ما بيكسب نقاط معي. انا اعرف ان ابوه عند البل ما عنده ارسال عشان كذا. عامر من توقع؟ محمد ناصر. محمد ناصر من توقع؟ عامر منيب. طيب المتسابق الثالث معاد آل غرمه. شو ما انت مصدق ان انت معاد؟ الله يوفقكم. ابشر ابشروا بالخير ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. ممكن واحد من المودعين يكون واحد من الثلاثة اللي معي اليوم، ممكن وكل شيء وارد. ودائما البرامج الواقعية يعني تصدمنا بخروج شخص قوي مهم في الحسبان، فالله يستر اليوم. أيضا مشاهدينا الكرام كم حنا بزنس كم اليوم؟ 25 25 و26 25. طيب دامنا في بزنس 25 فحنا بنقرأ تعليقاتكم عبر هاشتاج البزنس 25. ايضا اذا اختلفتوا في احد اجوبه الشباب او ابائهم او امهاتهم، طبعا اليوم انا مبسوط جدا معنا يعني ام المتسابق فيصل بن طلال، سمعونا تحيه. وايضا ام المتسابق معاد الغرمه، سمعونا تحيه. الغرامه. وبيكون معنا والد سيف الزعبي، سمعونا تحيه. طيب يا شباب جاهزين؟ جاهزين يا شباب؟ جاهزين. جاهز الاتصالات؟ طبعا مفروض انه يكون معنا ترى في الكاشات اليوم، انا حريص جدا كل حرص، مفروض يكون معنا في السي جي على ابر الشاشه الاسئله تطلع والاجوبه تطلع، لكن حصل عطل فني ما خلانا ان نشارك مشاهدينا الكرام السؤال والجواب على الشاشه، ولكن اعدكم من الاسبوع الجاي اذا ما طلعت نطلعها غصب. طيب جاهز الاتصالات؟ طيب عطونا الاتصالات.